بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك وعشرك بقول صدن يلحاد كمذا من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. وحبابي هاي وحل أوران لها الدعاء أي أذكاره بين تكبيرة الإحرام حين شد أنت كذا حيسي والقراءة فتح باللوق ذا. حدثني الزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شمربة الضبي عن أبي زرعة واسمه هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كإله وحوها إذا كبر في الصلاة صلاة مركو حده إذا كبر هذا تكبير صده في الصلاة أي في افتتاح الصلاة صلاة في الفرشة إذا أما قلد إذا والله قوض تكبيرة الإحرام تي سكت نبي هو آموس الشري هنية النبره النبرة وقت آم بضني أي النبي أمس الشري قبل أن يقرأ أنت سن قرآنك باللابن أنت سن قرآنك باللابن. فقلت وحاري يا رسول الله رسولك إله يو بأبي أنت وأمي هو يدي يا أباهي بأ الله كفرته وكلمه عربت أحد كي وينين هيا أيو استعمالا صمالي نويت جدا هذا مقعي جر يقول هين يوحي لها المالوي. أرأيت بل كورا سكوتك آموس كذا أد آموستو بين التكبير حرشد والقراءة قرآن أخرسك آموسك أدحي نبي الله ما تقول محاتل هذا أد كد عيسته. قال سبحانه حكجاب عليه الصلاة والسلام أقول وحانها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وحان إلى هذا انتارا فتحظى باللابين مركان صلاة حيدة كدب اللهم باعد الله كلفقه بيني أنيقي وبين خطاياي قففكي قي الدنوب تيدة كما باعدت بين المشرق والمغرب سيدا أدوك لفقه سي بري يا قلبين. اللهم نقني الله إجا الظهير وإجا النظيف من خطاياي قففكيجا كما ينقى الثوب الأبيض سدى اللون نظيفي الله عدي مرض عد من الدنس أسك قام وسخدا. اللهم اغسلني الله يقول بالثلج برف يو الماء بيو يو البرد يحني برف كيس يرير من خطاياي قفك يا الله ويغميت مرك الدعاء دير بو النبي واخرني ثلج جوا برف قاتقنانا واوين المانا بيوي برد كنا وا قرور حير يرك يا سمدا كسو داتا برف يرير او دغخانو سو داتا كدب نفيحه او دلالو بيان نقدو وي سومالي ما دام مرك ان دولكودو وسن برد كجيرين وحي كو فسيري جيران يحنيغا يحنيغا هبين كمركو حلي روب بدن لجوغو واغو بريو دوغا دوغ يا عوس كير يا نغار كير يو بال كود يا دغهودا وحا فولا بيو مركا ضرورت كلا دا مركا لوغو دنكا قوينيا مركا بيها ودلكو صوتف ديرتا ير كا افولا يا دوغ يا نغار كا اي يحنو يقانان مركا برد لا دلكنو كما جيرين دغخ يرو قرور خوداتا وحيون قلب ay ka rogan baa lagu gaara dulkan kale ee Soomaali u badan tahay mala anuu ma qanaade xamar iyo koonfur uu ka jiray jiray jacasna duu sheegay muxuus marka inta soo biyo inta biyo wax lagu nadiifiyo ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam ka hadlay ee wax lagu dhaqo walaa biyo macaana biyo macaan iyo biyo dhanaan biyo macaan ba uska gagooyo oo wasaqda si fiican u dhaqa. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال لبدا إمام وحيدة هذين حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي حا
وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد العبدي، كلاهما لبذا وداد بن فضيل إيوه عبد الواحد، عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد سنة كان أسجل هذا ثم رئيسين عن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساس وكوذا نحو حديث جرير. حديث جرير عبد الحميد الضبي عن عمارة أي لبذا وداد بن فضيل إيوه عبد الواحد بأي شيء جنوي مسألة مركب ومسألة كعانة نبي عليه الصلاة والسلام سو قف ملاهين دنبنا ملاهين هذو الدنب لها إلهي بها سبحانه وتعالى أولا فيما تقدم وما تأخر من ذنبه أمضى يبريا وتصايا إن أضون والبا سوى البا ولما يسترين يهي أما أقيم بدن يهي أما الله أكتيس وكرامي ميقان كل يهي أضون والبا الله إن أبها يهي وأضون نمضو أيتها شيء لازم آدمها فقر ذاتي أي عبودية ذاتية أي نقبنا ملك مقرب يا رسول مرسل وكم أرمه إلهي دم بداف كيسية فضلي سمت شروه تاسو النبي وما شكوت المامية مدك لها دي إلهي إنه أضوني يا النبي موجنا يا مدك لو حصو بنا عليه الصلاة والسلام لقى قون سنوي ألو لقى قون سن ما يدم بأقتادا كماها حد قال مسلم حوري أبو الحسين وحدثت وحال لي يكتبي حد لا يقور رمي عن يحيى بن حسان البكري ويونس يونس يا يونس انتوا دور حركه الله اخر لكن هذا انه ودان سمينا يونس بين انا او نونك وانا هوس دغنا وان لا غدنا وا ايدنا وا لغه فصيحه ولا يقان لكن سوماليدو يونس بيت هذا نونك وي كسريا عربتون نونك الى غدان بي وبدن يهن لبدوا وي سغين لبدوا وي سغين ويونس المؤدب يونس بن محمد المؤدب وغيرهما يغير كود قالوا وحيد هين وحور مسلم الحجاج وحال يكتبي حديث ك يحيى بن حسان يونس يغير كود موسى شيخين شيخ اسق حديثك وشيخ لكن وحور موسى عيمن ما بردبن لكن ان لو كتبي ودادها سو شيخي حديثك مركز صيغه نوعا ويسكم ان دافان قول يا محدثين تا نما وحيد هذين وحديث كان وحكمت يا مقطوعات كدور يطبن كأها إن مقدمة قصة الشيخني متكم إذا ويد هذا لبي يطبن مقطوع لدينا أفر يطبن لدى كوي يطبن أي كتر سن يهيب لدي هذا لكن سيد صواب كأها حديث مقطوع معها معلقنا معها قال حلوة معلق معلقنا معها مقطوعنا معها هو حديث مسند أبهما أحد رواته وحديث مسندة أو متصلة ليس مقطوعا ولا معلقا لأن مسلم هذا حوله واللي يتبي عد وتبي سن بقري وحسن رضو قوان مجر سند قوان إلا معلق محل يسكوه إلا حتفه أول سنة لقوي أو مسلم أويد هذا قال يحيى بن حسان قال يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد مركز الله يقان لكن هذا هو ما هي حديث طو احد كحديث التبيه ام مقعيسي وسن شيغن مركز هو مسند متصل مرفوع ابهم احد رواته صح احد رواته ان الاسبان ملينيه مركز ضاد اركت وذا هو مقطوع كله اما هو معلق كلانا مر بهدان روحي لبر ابن العيمن وحوا قام يسوق كذا لكن صح وما وحمق قونه وان لعي من احد كي شيخها طيب حديث كان مركا زو مع شيخ مسلم العدي يرقي حديثك كقاطي يحيى بن حسان يونس كقاطي بزاري ابو عوانه في مستخرج على صحيح مسلم ابو نعيم في مستخرج على صحيح مسلم ابن حبان بن خزيمه كل واشيغن مركا أباكوسي مشغول منه قالوا جماعة وحيد إن حديث كذا ثم يسمو طريق ككينية حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي قالوا حدث قال وحول عبد الواحد حدثنا عمارة بن القعقاع حدثنا أبو زرعة هرم بن عمرو قال وحول أبو زرعة سمعت أبا هريرة يقول أبو هريرة الله لما قال يمرك هذا السنة كان تحديث كقبة وأرقتان سنة كروبكير دوية يقول أسوى لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول كلاي وحوا إذا نهى ضاء هدوكهن قدو ككعو من الركعة الثانية ركعة اللباد يا صلاة استفتح القراءة قراءة وحكو فرفران جري بالحمد لله رب العالمين ولم يسقط ماء مسجن ومهم جدا وحو الربعين وحديث وحوك الرواية داني ركعة اللباد مركو النبي وككعو صادوا استجابوا قراءة بالله بجروي دعاء الاستفتاح يدعوني كلمة قرين جرين انت ورد حيسة تكبيرة القيام ك يق فاتحة روح النظام تكبيرة الإحرام يا فاتحة يدعاء ورد حيسة دعوين فربنا بصور ري سبة الصلاة بين قصهم بري مركة تنوى من دعوة عن سنة صبناها عليه الصلاة والسلام كسوغان وحال مدى مركة دعاء عن طريق عمر لقورين جرية عن كاي ولم يسكت مركة ومهم جدا ركعت لبات أدون النبي وككعه تكوبات ركعت اللمدة تصدحات ركعت اللمدة طيب ركعت كوبات حرشة ذا مركز حرشة إيو فاتح أنت ذا جاني هل كان بدعاء الاستحلال الجلية ركعتها كلام ملها سيدا سوابك ما أم مسجرين ولم يسكت ما أم مسجرين وهي للدعاء إنه دعاء آخر يدرت وما أم مسجرين طيب وحدثني زهير هل كان مركه وانت زويد دمباتي مركو النبي صلى الله عليه وسلم وحسمين جري وفافاسن وإيمان دونتا تكبيرة دعاء الاستفتاح باسمك إلا أخرني إلا أخرني إن يدو فافاسن بوكين دون مسلم مسلم لبقى بوشقين يا سبة صلاة مجمل هرمري أيدو فافاسن قيبك مدنا وكين يا هذا وحد ديب أغن نقضي وسبة الصلاة النبي إلا فافاهيه أيضا مجمل وصوشي كتاب المسايد التي سورد عقلي هذا أيضا ضاثا أيو كيري دولا إن شاء الله تعالى هذا باب هل كان كفي عن هل كان باب كفي عن إمردقنو باب فضل التحميدي في الصلاة باب هل كان كفي ونكسا حديث كاس أبي هريرة رواية كيس اللبا ذا أو كياني أما صدح ذا أيو كقب حي تكبيرة الإحرام إيو قراءة دعاء أول حيسي مركا وحكوح جنيا باب فضل التحميد في الصلاة صدرت القرطبي يكتبتك الأساسي أي باب يستنو وحكوك مقرني فضل إليه ذهي الصلاة قوده إذا إله لقم هذيه ولقو حمديه وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان مسلم الصفار حدثنا حماد وأخبرنا قتادة حماد بن سلمة حماد بن سلمة أخبرنا قتادة بن عمد السدوس وثابت ابن أسلم البناي وحميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رجلا إنك أزقع مبهب كبعض أهل العلم وحيش إنه يهي رفاعة بن رافع الأنصاري رفاعة بن رافع الزرق الأنصاري إنه يهي يا الله شيقة خضيب البغدادي وكان نقاشه طيب وحولي وإنت بضن رواياتك أزقع أسأل الله شيقة إنه يهي لكن رواية وحيد المانتي إنه أسوأ غير كي كسوء قوريي وهو يري نمبا سدا يالي رفاعة أرني حلو جمعين أيان مرنا هو شغو عدي مرنا أساق أيا إسكاد لغي روح كالي طيب ومر ربنا بي سدا سميان علماء المحدثين تبا سميان أن رجلا با جاء يمد فدخل الصف صف كي صلاة صوق لي وقد حفزه النفس أصله النفط عريضي ذي والنفط نف قبطي قد سول حادثته أما أتصو رضه والحرطانيسة نف باكو قبانيسة صفك ما كانت قشود حرة مركة والنف قري رقم عدة كود وإيو روحك أنكافه وكدريمه ينا النف توريس والنف قريس وقد حفزه النفس أصله النفط عابسي أما النفطاضي أما حرطاضي طيب فقال وحيد السحابي صفق الصوق على النفط حق النصور الحاثي سر علي الحمد لله الله يمهضوها تدمانت حمدا مهد كثيرا فربضا طيبا وناقسا مباركا فيه اللبركي وخير كسوء بدن ياي انت سويت يعني وحيد الله يكو حمدين وصلاة السوق علي وصفق أوق علي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله رسولك لا يمرك دمي صلاته وصلاته صلى الله عليه وسلم قال وحول أيكم المتكلم بالكلمات
أيكم كينوي المتكلم كي قال لي مردويت بالكلمات تعوين كذا أن مقلاي فأرم القوم صحابة بآمس فأرم من الإرمام هو السكوت أرم القوم من الإرمام هو السكوت فأرم القوم صحابة بآمس ننك هلينا وعب صدي انت كلنا وحي كحشودين اني دعويان الا اصي هذا الكسكلها وعب صدي وحيوني اما تخلط قشي نبقى مضالع كور على عليه الصلاة والسلام شبوني صحابنا يكفر في قوم وكقاب صدي فأرم القوم صحابة بآمسيف قال وحيو صوبنوه أيكم المتكلم بها كي نبو هكي كوها اللي كلمات وري هذا عن مقلة هاي نبغود أم دريمي وحي وعب صديان صحابة أصوه إنه خلط قليب المودي صحابة وحيد وحبا خلط كي ننكي هكوسي دلالني بالسكد داي انتو نبغو حاجدك علني وقب النمو فإنه لم يقول بأسا نبغو مركا وأوقي البحية مركاز ننكي هذا وعدها يلكم واها وحدي موسى شيقيني فإنه لم يقول موسى ورنين بأسا وحدي باطلي بل خير بوليم مركاسا نفت كسب الزحابين فقال وحوري رجل النبا وحوري جئت نبي الله وان امد وقد حفزني اسوق اسوكوري ان نفس النفت اسوكوري سيف فقلتها كلمات كيبان الي ان كنت عايزت فقال صبر وحوري لقد رايت وحان اركي 12 ملكا لبي طبن ملك يبتدرونها وري كلبوبيا كلمات كلبوبيا ايكم كين كودي عفوا ايهم كودي يرفعها الى يكري الله إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه مركا وحيسكوها يستن لبي طبان كام ملك أنا سيقض حقا للا آذي إيا مايا أنا قاضي سيقبقين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك مباركا فيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حدثنا الزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية أخبرني الحجاج أن أبي عثمان الصواف عن أبي الزبير وإن صوم الرحجاء أبو عثمان مقعيس أن ميسر الله يداته ميسر حجاء من أبو عثمان الكندي عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن عون عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال بينما نحن نصلي حل أنه لدت كنينه مع رسول رسولك أن لدت كنينه إذ قال رجل من القوم لدك تكنينين كمذا وحيدي الله أكبر كبيرا إلهي باوين وحلبونا كوين وينن بنان كتالو ان وحلو مثالا ايسن جيرين والحمد لله كثيرا ان بضن با إله سبحانه وتعالى ما هتسن يحي وسبحان الله إله با عيب ودن كهوفن يا نقصان بكرة النسريه واصلا قلبا يا نسدن بابا. فقال رسول الله رسولك لا وحيدي من القائل كلمة كذا وكذا من القائل وكم ننكيلي كلمة كذا وكذا ويردي صاي صاي إنك هدك قولي وكما قال رجل من القوم من كمية مسلمين وحجيري أنا يا رسول الله رسولك لو أنيو أها قال صبنا وحجيري عجبت لها ويرها ذيبا لي يا أبي فتحت لها وحلو فري ويرها ذي أبواب السماء عرك الباب ديسا عرك الباب ديسا اللو فري. قال ابن عمر وحوري فما تركتهن كمتغ ويرها أيقع منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقصه بالله حلق آن مقلي رسولك إلهيو يقول ذلك السداله أوله وأن أبغي أموال أبغي أموال ليابي حي إلى السموات كالبابه ديب الله فري الحمد لله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ودعاء قادان حلق عيدها مال حليه كلمه ما ارغين كو قاده الا حليهاسي و اسكو في عنتين مركه وين لغو ورديو دعوين كاس لا يما دو روايه كل حديث كوله وحا كو يمد والذي نفسي بيده نبي يقول له حديث ابن عمر الله نفتيد غعنتي ساي كو جيرتان كو دارتي اني لا انظر اليها تصعد حتى فتحت لها ابواب السماء وريه وحان اركاسي سوده إلى الله فرع الباب دي عرك الله فرع وأقيقي وهوية وراس وهران كسو هذا الله مخلوقات تروي الباب له نال الله قال له إن كان الله فرع نولي كلمة هاي
لا تفتح لهم أبواب السماء باكد عينك قال طيب ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذن أيضو البابي جنا الله فري البابي عرك الله فري وحوي سي كريس النبي أركيبون إني لا أنظر إليها تصعد إذو كريس. طيب سيدنا ابن عمر واركتان حلو الدعاء مالك أنت مع النبي وسيد عيدي ولقي كم التجنب ولقي ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. مكولات مركها ضوء عبد الله كتجواي إن عون نو كتجهاي أضو شيخ بن سيد عيدي نو كلا نمك ما هاي دت كاسي ذي الله دورتو خير بدن بوا إيه هاي عون نو حكسو إنه يري ما تركتها منذ سمعتها من ابن عمر ابن عون عون عبد الله بورنية أنو نولقي كمتك الدعاء أيضا ما لنها كم مال ابن عمر النبي كتبني عليه الصلاة والسلام بركة فضلك إليه هذا باب كان صبر باب فضل التحميد في الصلاة إلهي إن لقمة هذه يوه وإلهي اللهم هنقو أولا شكريو وإلهي اللويني وحمان تلقنزه فضلك إليه في الصلاة يا كجرة حديث حديثك ابن عمر أدن بيه كيك ورئي حديثك أنا أصبع وأنا الله بك لقصه سيدا صوابك أنا الله بك لقصيهين أيا اللو بذن ياهي وذا دانا بسكميت بيك هدقان الله بك قصوك للدوان ومحايري ذكرياك للدوان ذكرياك للدوان ألفاظ النبي ويسعونه ويك للدوان تهي والأصل وحي قصاء التعدد وحي قصاء إنه يتعدى أصلا إنه يسكميت تهي أصل ما صدرت عند المحادثين لفظك حديثك ودوك للدوان هذا لفظك حديثك ودوك للدوان هذا صحابي واحد بهوريه حديثان بكسو قادان لفظك حديثك ودوك للدوان ياهي مخرج بيسكم مد هالنقضو صحابي بهال هالنقضو حوية وحديثان مركا سيدا سهد عاد مسألة مهمة كجرتو ومركا إله سبحانه وتعالى والله على عرشه وقصهم بطين كتاب الإيمان قيوة كم ماذا أي كجرته وحاكل كجر مسألة أساسية في التشريع ومهمة جدا وحاتق أنان الأصل في العبادات والتوقيف والاتباع أصل وحوي عباداتك وحي عبادة وإن ألي الرسول صلى الله قدم بأيه بشرو الله مرده كره فالمسلمين كرتيد تلاب ما قال كرتيد أن شارعه كوفة صحن قاعدة وحكو قيدا انتهي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل في العبادات التوقيف وحكو قيدا انتهي وحي كدن بعهد التنزيل والتشريع حلق وحي قدقي النبي قل له وحيون النبي قل وحي إلهي فصحينا فصحى وحي الذي ديذي صحابة ويكون اشتاجرين خيرك أيوة النبي يكون نقول النبي يكون اجتهاد جريء إذا مركي النبي يكون نقضان كدي ابنه أما النبي هو صحيح جريء أما هو شوش جريء متقرن إذا في الصحيح وين صوم بري عبد بعوة هاي سيدنا عمر أيوة أبو ذر ميوة أنك قلما يستي عمار بن ياسر أيوة الصلاة باقبة ويسلان آية الطيب من مسودقين أم ويسو الدكتور كيف يدل لهم الشيخين عمر رسول حوري الصلاة دي بيان الله ما هي مرة دان ويسل هاي إن حوري وجنابنا أي جرتو وإن جناب أقول دعوة حتى تغتسل بالسكوة قاية مرة دان بيان الله إن أنا وحوري تكن ما هي عمارنا انتو قلم قلم يستي أيوتك ذي مركا إن آية الطيم سودك تي باقوع المركا لكن أن لو شرحين كيف إذا لو قبي سنة مركا هوشي سمية إن لو شيء نبقو هوشي وكسحي إنما كان يكفيك وحقوق في الله إن أدق عمر لكو نفطه ودوتشي مريسو لبضو عمر عمونا انت باب دبكورات كم آد مريسو صحابي كان كمذا ذكر أن النبي أشيعين أيوم مال جيه كدبنا والله فرمي
أبو بكر تاسو أرضي الصلاة وربنا الركوع كجارو حالي واخل دنتي زادك الله حرصا ولا تعد. عهد التشريع والتنزيل العبادة وتوقيفية هذات كذا ضحك إيمانا يا صحاب الله يكون دعين بدع فانتين بن أمالين وهي عهد التشريع كذا بيان لقاها الله إياه. اليوم أكملت لكم دينكم وحي كدم به وما كان ربك النسيء وحي كدم به وما آتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. أما في عهد التشريع وحوي إن شيء قاس لليمد ابتداء ونقض عباده وإما إنه نقض انتهاء بأيد ابتداء أو انتهاء. ابتداء من حنكوضنا وحنكوضنا مركة ربنا النبي بوجه ديو ومركة أما سي عامة أما سي خاصة هي إن أيضا لوجه دين سي خاصة أي صحابة كوشتي هذا كديمنا النبي هو فرميو هو أقلاده أقلاده شهد دنبانا شرع الكتنقية مركة وحنكبت بادي إن في عهد التشريع ما كان كو قيد إنه إن صحابة الله دوره وحنكبت بادي إن أنا صحابي وحكو دعاي وحن لوجه دين صدرت العلوم الصاصات والتفسيرية المسألة ده تفصيل كاسة مسألة ذا كجرة. نبي عليه الصلاة والسلام مركل الولاية ما خلطمه هدو اجتهاده وحلقا وضا ابتداء أو انتهاء. نبي عليه الصلاة والسلام مضح كقد وياي إلهي باتوسيو وناجيو هدى وحي أيوكوها الله وحي التشريع خسي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قضايات كي حوادثي النواجه دكو اجتهادنا وحاول النبي انه مركو ربي كوها بالسادو وحق اصيب ايا غالبه هدي النبي سر ما سيكتيو او سيدي قضوه اوقفه اما اوسن اصيبنا والله صحايا لا يقر على خطا لا يقر على خطا اذا فهو معصوم في جميع احكامه اما ابتداء واما انتهاء وفانت بن مرينيه أصول كما كان النقاش النبي اجتهاد سمه قفا ابتداء بلغ الله ابتداء بكود وداده وبنان مثل اصوليه لو دغالما ثوابك وحا وي ما رب النبي اجتهاد لكن واقف لكن والله صحي عفى الله عنك لما ادنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يا ايها النبي لما تحرم ما احل لك تبتغي مرضات زوجك والله صحي. إذن صبنه ومعصوم في جميع أحكامه وأفعاله إما ابتداء وإما انتهاء بالله وقهره أما قبل محلقه وذا لا يقر على خطين إما أنه لا يخطأ وإما أنه لا يقر على خطين مثلا وإن سداد فهمته. أما ذي وذات كي مجتهد كي قيسه وين طيب وحاول أنت خلطنته يا تسكي قد فلين وديك بنايسن وفروت بنايسن والحول بنايس ولي انا وحكو صعدون هين بات كل بنايس اكل دونتي ادي صبنو عليه الصلاه والسلام اسكدا كو قيسا وين صحابه يا اسا كل دون سيدنا ابو بكر لقب بالله يا وحي كدنبيه الى عبد الله بن الزبير يا صغار الصحابه وكل دون يقرون قد يقرون على خطائهم محايا المعصومين ما عصمته إنما هي للرسول هي أنبياء الرسول إما ابتداء وإما انتهاء. طيب سيدا درت يدبا لي سنضو هي أحكام النبي ووحي محايا لما دام النبي فالكيس يحكم كيس يقول كيس ومعصوم كياي هدو خلدمان الله صحا هاي اون لو دينني انتو نولي هاي إذا هو وحي وحي معصوم هو طيب معناها شا انت ساكوجر تم السالة مركز دعوين كاسكوجر دالا وردك هلا بضي ولي بدينك وهابية وردك وتكون حنتيني وردك يحسك على كود دالا. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا. يا شيخ ماشي القلية بالأرنية ماشي سحابته قليين نبغى نقول كو اماني بات جلنيس
نفس الشيء ميل والبول قريت قل ليس ذكره مرنا ومطلق مرنا ومقيد الوابل الصيب كآخرياء الكلم الطيب كشغل سلام التامية آخرياء أذكار كالنو آخرياء كتب تاس هلا آخرياء هلا مطالعي وردك يحسك إلهي بضية قرآن أخذك بضية صلي بضية استخبارت بضية مسائلك علمي قومنا الأسماء وصفات يا الأسماء والأحكام يا رابطا من قريد فود اللي سجلت بس يا لقوم مشغول قلوبت وإن لقوي إن شاء الله تعالى قاع العنبة اللي هذا واحد يكفي عن مجره طيب مركان وهابية طابنا يو قاع العنبة إلى تاي وأهل التوحيد بحكاله وأهل الشرك وأهل الكفر والإلحاد وحان ربا إنه يبضيان أمار ربا فرس كم حاوش شذاك اللي لدعه إنه سفع عن أرضه إنها هم بان كربا وهابينا توحان قوي وحي أهل التوحيد إن أهل الشرك أهاي طيب أرقونا كما وضو باب استحباب إتيان الصلاة تعالك الله تعالى يستشرعا صلاة إن ليمادو لقوت آذو بوقار وينان يهيبد يا وسكينة حسلوني وقارك وهيبد إن خشوع يا خضوع يا عند اللابد وكام مغدال ربا وذن قاردين وسميدان لو ميزان أسعطه سكينة دقاق إنا دي سوي سكينة دقاق إنا دي سو حركة أدي سوي وقارك وهيبد يا خشوع إنا كام مقطه طيب يا والنهي ريبد الاسكر ريبد عن إثيان صلاة إلا أذو الله تقوه سعي أدور علينا يرده هي سداسين الصحابة ذو كرنا قمين سداسين الصحابة ذو كرنا قمين طيب حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد والزهير بن حرب قالوا جمع على وحيد هذا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد عن سعيد ابن المصيب المخزومي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال مسلم حلو وحدثني محمد وجعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد الزهري عن الزهري هذا مركة سفيان عيينة المتابعين هي واحد متابعين هي إبراهيم سعد عن الزهري كلاهما عن سعيد إذا رواية ابن عيينة وحيون رايد كلية عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أما الرواية عن إبراهيم بن سعد وحي قدرتين لسكو قبته سعيد يا أبي سلمة عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الرحمن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا سنة صدحات قال مسحول وحدثني حرملة بن يحيى تجيبي واللفظ له لفظ كان شيخ دون أسقى اسكله أخبرني نوح بن عبد الله أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن شاب الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن مرك يونس نازو عن شاب حديث كوري أبو سلمة كلجي سعد بن إبراهيم هو اسكو قبطة أبو سلمة سعيد صفيان وحكو قابسة سعيد أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاما يقول أسقولي إذا أقيمت الصلاة صلاة هذه الله أقيمه هذا أنك أدن بي اللوق الله أضمقشان فلا تأتوها صلاة تقينها آذنة تسعون إذن كر علينا أردها هي أما آذوا لحاتثني محل شاهد كن وحاول قبضه صعد كادي عادي وحبك بدل ميسد قولوا هذا الكسوات بحضي مسجد كانت سؤال دي أظن مرة يردح على أي آذان أقيمته لغو نفطي تلعب هذا وحكى بدل ميسي سيدة رقم كوءة يدقل له قيسو يدقل سعطن بعد أسعن تكبير تكو بعد أكاد قادت رقاد ينكو دافن درتين إن أدقل لحافة الله ما أقول إن أدوردان إسكبدا وأتوها صلاة سؤال إمادة تمشون إذن كل لغين يا سيدي عدد أهيد والحال عليكم السكينة حصل لون إذن كيد كم بوقته من الحتاد ما حصل لونه سوى دمبر دقاقة الروحانية أردها هي فما أدربتم واحد سوى قادا وتكسوا قادا من صلاة الإمام والجماعة فصلوا كذا وما فاتكم وحي ينضافوا رك عضانا فأتموا لما يستروا الله إمام منكم إمامكم صلاة كبحوا حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن أيوب الغافي المقابري عفوا وقتيبة بن سعيد البغلاني وابن حجر السعدي محمد بن علي بن حجر السعدي
علي بن حجر عفوا علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر الأنصاري قال ابن أيوب يحيى وحيري حدثنا إسماعيل انت كلنا وحيدة هذين عن إسماعيل ابن جعفر أخبرنا العلاء ابن عبد الرحمن يعقوب الحرقي عن أبي أبيها دمركا عبد الرحمن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري إذا ثوب للصلاة إذا ثوب أذانك دل الركاذي التثويب والرجوع ثاب رجع ثاب الرجل إذا رجع إذن مؤدنك هوله رانس نبيب وقن قنية ساسا تثيب لويد وإقامة إلا مركو رو آذامي صلاة دي بن نوغوية رو آذامي هذا نمرك اللي قلها يبو مرلبة آذامي وآقيمية مرك إقامة وحين قطي كن نقشو فالهران لسمي إذا ثوب للصلاة صلاة مرلبة هدي لو آذامي يعني وحالك كده قنطة إذا أقيم للصلاة هران بطمرتي فلا تأتوها صلاة دها آذنها التقينة وأنتم تسعون إذنك أردهية أما آذن لحد ثانية وأتوها صلاة دها آذن وطقة وعليكم السكين إذنك حسلون فما أدركتم وحيد هليشان فصلوا تكذا وما فاتكم وحيدن رافينا فأتموا رميسترا فإن أحدكم علاد أفرس محنا بقول دي دنيا وشايدها فإن أحدكم مدكين إذا كان يعمد إلى الصلاة هذو صلاة أقصد يعمد أي يقصد هذو صلاة أقصد إنه تكذو آذو فهو في صلاة صلاة إنه كجر يكاد يغنطاي صلاة إنه كجر محلق الربا حاصل لوني وإنه صوم الرأي حديث من عبد الله بن سعود وإن إيمان دونا أسكنوا في الصلاة النبي يقول عليه الصلاة والسلام وكي سلام النقصان هيا بإسحابة وقيبة كميدة صار ليه جرين عامل وارد إنسان سيدان قيبة كميدة دقاق بدن بإسمين جرين نبي حوري أسكنوا في الصلاة صلاة قد هي حاصلة دقاق تشوتية قل له حاجة المكي صلاة قلامة بالله هي حرقة إيو استوسين مركو بنان كسوت شوكي دن كمرها مركو صعوق قالوا وحب بالله يا سعادة إنو توسيوه قبيس كأي أوتشيدو قرك أوتاب تهريدي ها أوتابتو يا كوفية الله صحو هولها تشوجية وحال الله بباهرة هاي ضد باب صلاة اللو سارين هاي بشيدا با من ناكو در هاي مركاسي استوسيني سيدا صوغ صور لغا قادة هاي وميل فوتا أتشوغ ممانتون استفا هاي وهولا شيطان فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة متكين هدو صلاة أقصد أصعدو فهو في صلاة صلاة بكتشرة حديث كان دائرة الضروق سفر بدين انت نقرين صدح مسألة ومهيمة باب كان كتشرة وإمامك أحاديثنا أوكيانا صدح مسألة صدح مسألة مسألة كوباد وحاوي مدى حديثك أكوعدي هاي مدى حديثك أكوعدي هاي ومربع هذا قرق هذه كصوب بحضي ومساعد أسعط إنا تسود كتأضربته صعد كالي وحبك بدري ما يزيد مدك دقة يزيد ملحات ثانية يزيد مؤرد يزيد صعد عادية هذا مسجد أسود لو هذا لقى لصلاة دي وتكبغضوا إنا تكبيرتو الإحرام كقول نافتو أمر عدك بد مؤرد كرتين سيدا درت الحديث الحكوية هي حجة جماعة من السلف بل جماعة من الصحابة حجكوا ياي سيدا سي مركة زيد بن ثابت يا أنس بن مالك يا أبو ذر يا صحابة فتوان جن حديثك وشيغي إنا محبا لقب بدلين سعود كاذي رقن كاذي أرد يا اللي حاترين منا أن لو قلي أمر عادك وبات كقاد أما هكقاد إحنا بقول كود لما ترتيب سعود صلاة بدك جرتاي وحيات كهلاش الصلاة أنا تكو وحيات كهل لنا سوى قضي يعني بمعنى مركل لما دبك لا إيمو هذه هي المسألة المهمة جماعة من السلف وكمذي ابن مسعود ابن عمر إسحاب نراهوية وكل راعي وذا دادا به فقه هذا تابعين تنا أسم يزيد جماعة يكون راعين وعيد صلاة ترتيب بالاسك السحون ما كان أسي سعوته لكن هذه اللي أقيمه وتكبقوا إنا يكون دافتر عد كوبات أما تكبيرة لإحرامكم وقال لحادثا أنس يا أبو ذر يزيد بن ثابت نحيد مايا كيسحن
أنس يزين ثابت أبو ذر باسحان جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم ورق إسعان راهوية إيو أسم يزيد النخعي إيو ابن سعود ابن عمر ولقى السحان ياهي ولذلك من منذر مركو هوشا قبر يعول والخبر عفوا والخروج عن ظاهر خبر الرسول غير جائز تفصيل محي كان وداداه وعيدين هوشك لو إذا لقبنا ترتيب الله سبحان وعليكم السكينة والوقار لكن هوش هذا يقعد أن يرجع عندك وقت كل دافتا ما تكبيرة الإحرام ولا الرعلين بيدين ظاهر النص دوام حي عموم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون صلاة هذه الأقيمة حديثك عمك زمحة كجرة أما كعب صو رقدوا نكون دافت أما كعب صو تكبيرة الإحرام أنك جاروي أما كعب صن صدرت الفقيه الأصولي من مدر حوري والخروج عن ظاهر خبر رسول الله غير جائز إلا قبحه ظاهر كالنص كالنبي محمد ما بنانه تفصيل قال الله مادين ابن عمر بن سعود تابعين يسحقوا وخطأ مسحان يا مسحان مسألة لا ورد مات مسألة الله بعد مهم في كجر توحاوي مسألة يسلف كسكو خلافين هذا مسألة كسؤال أدرتنا الجماعة سؤال تكتو صلاة أو كنا أفتي نافد داويد أتكو عبير الله يد بسكو من رافي ابن السيرين الجماعة وحيدة هذه صلاة دي نافتي لديهم هاي هذه وان هليلي واي كما قارن لم أدرك فاتتني الصلاة اسكي إلى ليبول صلاة دي نافتي وإري لغا في عيني هاي دلقاف با كتيرة ضيع ما كجره حاتر هذا مهليل كمجار هولها صلى الله بخاري حديث كان في صحيح وعوبة بيستي وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقول لم ندرك وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح البخاري وركيس ابن سيرين بوحوكه صلى محمد سيرين وحوكت إنا صلاة بعد نافتي محمد به لم أدرك لم ندرك ما ننهلين كما ننجارن بالأورانيس بخاري وحولي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح ابن حجر وحولي وحكوضة صحيح لأنه ماشي ترجيح ميا لبولي ورقنا هي قانان أفعل وفي غير بابه وهي مرك أصح قول النبي محمد كيمت فاتتني إلى ليه كره هي فاتت العرن كره وصحيح مرك ابن سيرين كره هذه سوى حبك مجران ومعنى هذا حق يحدث كجرا نبي قال يلي عيد وما فاتكم فأتم لفظ الفوات ويدا فوات يدافد إيو إذا تكتئي هذا عبلة هاي نبي قال استعمالين وي بخاري مركه وركيز وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصح هو هل كاس وجد بخاري وفقيه بل كدع ما وذات بدوكولا ما طيب مسألة الله بطوة فانتين بانو مسألة صد حالي كل شيء مهم كأي سلف اسكو خلافين وحبي حديث كم مسألة يدنكو إذا مقلبة بلا غيابة يحديثك حجة وياي بعيد تاي إمامك هذا تكسو قاردو ترأس دير ترأس دير بتكسو قاردي من أدرك الإمام في وتر من صلاته إمامك واحد سوق قاردي ركعة دي صدحات كتيرة إمامك واحد سوق قاردي سجود اللبات كتيرة بلا سجود دي سجود اللبات بلا سجود ووتر من صلاته كنافطي دي اللبات محاط صمين جماعة من السلف أو ابن عمر كمدية أو عبد الله بن زبير كمدية أو تابعين كجيران يا فقهاء وأوين أهل الكوفة يا وحيده مر بهداد إمام ككسو قاردو ميل وتر أدخل قبسته ترى سدر أدخل قبسته ترى طبعا أدخل قبسته دي مال هيدي لكن هذا ترى سدر أو وتر أدكسو أدو في سجود أو في ركعة ويحد كسو قاردو بلدتو كان
هذا أمرك سلام نقصنا وحاط مين الله إما وحي كل ضافي لكن وحاط كوكا بيزا سجود سهو وأنا الله تماضه سجود سهو مسألة أول ما مغشي أما سلف كتب تسلف وكتال حديثك حج وكي هاي سي حج وكي هاي نبي حول وحي ضافي لما يستري سجود سهو والله ما مغشي صدرت البخاري مسلمي مسألة سيكوك الحوريان أحاديث نضى الله إسلام في كتاب ابن منذر كتاب جزاء الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف بوحجة جزتي ابن حزم سيدو كالي دقال بضان باكيان بمعنى ومسألة جرتا سلف كسكم النافين قول جمهور وامحي إمامك أما كسو قاد ترطبنا أما ترايس دير كسو قاد ويحكو نافين بالله إيمان مركز الدولة ميستنا ما جرتو سجود ساوي متشر حديث كاكو حجكوا وحياتها ليشان تكذا وحدين ضافينا لا إمالة فاتمو ثم اسجدوا للسهو ما تبغشي إن منذ رحول وحاقلوك قدرية هدي هل كان لا إمالة يسجدوا ساوي نينك كسر رضا وقطعنا هل يما سجد ساوي بوري لأن ما شخصبان أقول حداي إمام كان مركا سجود الله بات كل حرانيين لما ركع قرط الإمام كان ينتو سجود كبات سجودي صوت وصوت كجلا جلوس بين السجدتين بات كل حران أنا ولا سجودي رعد ده حلا سوق أفور رصدي بات الله ركوعي أسوق أتاعن بات قصو حران فلك أنكس السمائي هدي بلقى سجود سهوين هيو صلاة كسر لوجة تجينا هلقى سجود سويور طالنا محد كم صقنا ما لو كنت من المتجر القاس وقضى الحورة مدك على السهو بقى اللي سكوا جاي عمد حد خلاف سنتي من نسخ رم بعد خلاف سنتي سجود هي العمد مياه مسوى سجود السهوي اسمه الثين يسوع المسيح سجود مياه مسوى قص يبقى سجود هنا دفنت بنو صدق يا مسلم الله فهم حديثك انت ساكوجرت معناها كلام مهم كا العلة المنصوصة فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة مرك الله إلى ليو صلاة ده الله إلى حديث كان هذا وضم حديث كان عبد الله يا أبو هريرة والله إسكو خلافي والله إسكو خلافي حديث كان كهوري يكدم بابا كهوري رواد وحسكو خلافين على الزهري على الزهري بسكو خلافين حديثكم من حديث الزهري عن ابن المسيب مسيب عن أبي هريرة مس أبو سلمة إيه سعيد مسيب والله سكو قبن مس حديثكم وحديث أبو سلمة لا سعيد مرم بضم باكر دعي الحفاظ للكبار كالبخاري ومسلم حتى دار قطني كل يحسكوها فقسيهين لبضى الطريق بينهم محفوظين زهري لبش يخبر حديثه كل هاي عن سعيد وعن أبي سلمة رواد أمر إسخلافون إنه هو الشيخ سيدا إبراهيم بن سعد وكله نينا سعيد بكو قاب صدا عن الزهري عن سعيد نينا وحوسما عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قاب صدا وكلا الطريقين ومحفوظان صحيحان عند أهل العلم صدرت نك جمعية نك لقوية واصح ساس مسلم أوجي مركو سكوك الرعي مريض وتفارق سفيان عن الزهري عن سعيد بوكاني أضرا وحو كاني أيضا وضع سعطو عن الزهري عن أبي سلم وعن سعيد أضرا محودا بيزي عن أبي سلم لابد واجرانوي نوال بو أما سكو قبطة أما كلاقا ننبولوا باسحاني هاي لأن الزهري كان يقتصر تارة وينشط تارة شيخ مربح يوسا فهم اثنين وحديثه قصة قابل طيب مرنا وفهم يسي وحقوق النشاط يبون وحسوع عبي وحرم بقول ما يستري مع السند مع مع اللفظ مركز السجا الزوري يا سيدي يلي جري مركز أرض وحدة ما قبى حديث كان ضمبي رواية ضمبي إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة إنه حلص إسماعيل بلسكو خلاف إسماعيل بلسكو خلافي صادرت الطريق أوقف في عنا مسلم صوصا أنت كلا بكتبي ترى قدني إلى الكيسة لا بكون
هل بقول صدني يكو وحكاها الله أنه حديث كان علل كيسوكاها الله سوء وحكو قبا قبي طريقا منصوص ريبه هو الأصح وهو المحفوظ وإن بضم بايدين شيء هيبة الصحيحين الله اسكي إلالي لبدأ إمام كتاب كوضو كتب توضو وكتب أصح كتاب بعد كتاب الله يسوم تقانا هيبة إليهن ومضى مسلمين تضم بايسكور رعدي أحاديث تودا وحي فائدين تفيد العلم اليقينية ظن ما فائدين كل حديث في الصحيحين وحاو يفيد العلم اليقيني ولو كان خبر أحد لأن الأمة تلقته حديث كاز بالقبول كن يلا بقوله الصنو يا مسلمين تذكر يا كتاب أي بيت قبانه في عينه نبي محمدنا يكسوغيه هذا النبي أي وريه وحيا باه مكة وإذا دو أي قد قدين دار قني هوليهيس إن بضم بايديش من باب الأصح والصحيح من باب الأرجح والراجح لا من باب الضعيف والصحيح والراجح والمرجوح طيب متى قدر قد قرر أفراد بقى قبل قبل ذي لبب قوله صنعي مسلمين تذكر رحصانين وكتاب صحيح يا هي مسلم حفاظ درين أصابور أبو زرعة الرازي ابن وارئي بو بندق حدين وكنفوم وكتاب قدر وسعو هل عضو بالك أن كبق إناه وحن كبق إن أنا نغفر طباب بلايا مسلم ومعي باب غاز أهل البدعة مرة سنين عن حجيزنا أحاديث أنه أنور أنه صحيحة يقول لها هذا صحيح يا حديث قال شيخ سوى ذا بخاري مسلم باص وصار لها هل كأف ما كبق إنا بيده إلا أهل الرأي بل سيا أهل البدع بل سيا حفاظنا ومسلم بخاري وكلا بل ما كحفظ بضم بالنول وحلق النول مسلم لما كحفظ بضم بارنولا بخاري هاي الدنبي بخاري فود اللي بقلين قريه مركو حنك بقي ناوي ده هنا أي فكر نقطو حديد كان حجوز بالسنة الآن سيد دينو حديد كان هادو صحيح يا هاي أبو زرعو كسو صار صحيح مسلم حديثنا محمد الصحيحين أو يكبر أنت أو شاد بمسلم لو إيدي مركو حكوجة وحيري وحنك وضع رجي شيوخ سوى كو ايدي اقران سوى كو ايدي حول انو مرهن ما صح عن رسول الله ميان رهيب انو مساء المسند المختصر والصحيح ما ايدي هذا ليه ما صح عن رسول الله ما حكى سوى بودلا هل كاوح لقوا وايو وحبك مجران باك سوى بودلا انو وحالي كتاب مختصرة ومسندة والنبي محمد كسو كان مختصر مذكو في الله ويدي مايا ايش بلايا كسب بود يا بخاري من داسو ادي وكل مر وينا مسلم كاين صابور نضدك وكد الرايين بقول قد ما قد قد بلان بهاي ونقول بخاري سو عاد زدي الى ملع لو كو غريود كاين صابور وني من امتحان نمنك جهميه كلا غابيه وي صوفي جست دارمي عيدن قيس جهميه ماشي عيدو سو ما صابور ما هي خراسان بغداد نوي كوكي وريني يدل كان دمبي المهم كتاب صحيحين كم مركه وحاوي ديل حديث اي سو صار لو ما تغي كرو مركان دار قدني ر علماء ان خوغو هادل كو ير ادكاينايو وحان ليه افدي بريهان سعودي ين حرتو قادين ان ادكاني عا يو ميشا سن يو اد ملاريا كقادان بان كبقيا مركز درتيد حديث صحيح كوجيرا ايا لا دوري وانتقد عليهما يا شيكدا برنامجكي شيك جرت ما هذا كودو حديث ضعيفه دد كودو حديث ضعيفه صحيح كوجيرا بين تاوي دد كودو سند كي كوسو صارين سند كفي عن باجره على الراس والعين لكن ما فائده زي لو غورو هاد وحدك سوغن يا حبا يما ترين وركم بعد يقول بدس نبا وا ريحمره اون قوالك يا ابتر اقونين ايان يري هبل واي وريبل باني ريبل كما فهمسين ويني نفط النوكر مرض ما نيري وحي ودا دشين ريبل مركو ري وريريسين با ريبل ولا الكود وي ما يدهد دور
حق اسكو يماداني حق اس اسكا سو دحاني وحان تدغ ديسان هبل ولالكي ما يدهدا ادريرها شيغي ماي طيب مرق وحوي جدك دهر iyo sanadkan sanadka ka fiican rag xariifya oo faniga ku taxay oo iska raba faakeysi ba ku xisaabtama laakiin markaan la hadlayno ahlul lihad wa ahlul bid'ah waxaan leenahay laysa feehima hadithun da'if kullu ma feehima min al hadith al marfu' al musnad wa mahay wa maqtu' bi sihhati 'indana مقطوع بصحة عن رسول الله يفيد العلم اليقيني القطعي وإن كان خبر الآحاد ميل والبيع الباب وبو نون نبط قل سنابة رطينات بلاش كد مزال تاس مركة يهيل مهين مسائل كاسد حضا مركة انت أنك قدتك حقين مري حدثنا محمد رافع عن نيسابور القشيري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام استعان حدثنا معمر عن همام بن منبه قال همام محور هذا ما حدثنا ابو هريره كان يحوي ابو هريره الحديث كنو تبيي حق انه تبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حد منو تبيي صحيفه همام ولا يغنى صحيفه عان وحوي عبد الرزاق قال وصو صار قوني هذا لو طابعي طيب اكمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وحو شيغي ابو هريره النبي او كشيغي احاديث دور حديث بو شيغي منها وحا كمدا احاديث تاس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا وحو يري صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاه صلاة هذا الله آدم ولورد واق فأتوها تجا وأنتم تمشون إذن كل وينيا وعليكم السكينة حسلنا أجاده وين دش نحسلها آتوا فما أدركتم واحد صوها ليشان فصلوا تكذا وما فاتكم وحين نافنا فأتم لما يسترى بسلا أفراد المركة عشكو خلافين جم سلف كنوات تلمام الدرنا يمكن رمي الفاضل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل بن عياض يعني ابن عياض بوجد ابو علي الزاهد عن هشام ابن حسان ويا هذا هشام بن حسان حا قال وحدثنا زيد بن حرب ويمن دون اسوغ عضيني واللفظ له لفظ دون اسوغ اسكلي حدثنا سعيد ابراهيم بن علي حدثنا هشام بن حسان القردوسي وحاكون راعي هشام بن حسان حديث كان في الروايه عن ابن سيرين نيكل اورنجري يونس بن عبيد البصري صاحب حسن البصري بقول راعي خالد الحذاء خالد مرام بقول راعي طيب مركي هشام بن حسان يا خالد الحذاء يونس كلهم فر يروون عن محمد بن سيران ابو بكر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ثوب هذه الله اقمه بالصلاه الصلاه فلا يسعى اليها احدكم بدكي يسن ار علين او سن اردن ولكن ليمشي هالصعود وعليه السكينة صدق حسلوني سارنت هاي يو الوقار الدجناشو يوينا صلي ما أدركت تكوحي آد إمامك كجاردو وقد جدو ما سبقك وحي كنا عارفين جدو قال لي ما هو جدو حديث كان مركي أنت أنك تجين من سيرين حديث كيسا أختلف على من سيرين في رفع الحديث ووقفه حديثكم موقوف با او فتوى ابي هريره مياه مسوى هذا النبي محمد عليه الصلاه والسلام بالله اسكم ما نافي وحا حديثك كالرفعي ابن سيرين هشام بن حسان خالد الحذاء يونس بن عبيد البصري عن ابن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع وحا وقفي وذا اللي يداه سلم ابن ابي ذيال عن ابن سيرين عن ابي هريره من قوله وحكى له وقف حماد بن زيد عن ايوب وهشام عن ابن سيرين موقوفا عن ابن سيرين عن ابي هريره موقوفا وحماد بن زيد عن ايوب السختياني وهشام بن حسان معا بكورنا اياه كلاهما عن ابن سيرين عن ابي هريره موقوفا حماد بن سلمه وريا اصنوا والسكم من رافع في رفع الحديث عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريره موقوفا مسوى مرفوع دورك خلاف باشرة مسلم حقبة رفعها صحيحة الرفع هو المحفوظ عن ابن سيرين بوتاغية رقي مسلم تبقر يجري وقد قد يجري انت يسقال لقيم بحلق سنافين وايين دار قدني وقت ديرو بحي يكدم حقوق بقبي ورفعه صحيح بألفاده ورفعه صحيح حديث كان رفعه صحيح
وقد عرفت عادة ابن سيرين أنه ربما توقف عن رفع الحديث توقيا، هذا لفظه حيل دار قدني كون سيديت بقول صدا كفيري حول الحديث إلا الرفعي هو الصواب. أو حماد بن زيد ونك لا يقراني بابا وقفيي في رواية محفوظة عنه، حماد بن سلمة الرفعي يا وقفيي في رواية محفوظة عنه، سلم بن أبي ذيال بعن بن سيرين كوقفيي في رواية محفوظة عنه، محل الأذان صدح رآه هشام بن حسان يا خالد الحذاء يوه يونس بن عبيد رفعي ولا أبو قبطي صدح يا صدح حولي وحال وحاجر تهول يقان عند أهل الحديث ابن سيرين على وحولي هاي حديثك سوى مرفوع بس كوقف يابا هو وقف توقيا انت النام حد قبصن لها ابو الرئيس كي يسوليه عن ابي هريره اذا ثوب بالصلاه وكسي الدينيه رسول كبشيق ماي ورواسه ابن سيرين للتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم من كذب علي انت النام حد يقل لها ابو الرئيس كي يسوليه عاد اللغو يقانه ابن سيرين صادرتين وقف ابن سيرين لا يعل بها الحديث ابن سيرين هذا حديث كواقفيه راويك انه هو الرفع وحل الرجحه روايه مرفوعه هذا هذا اوليه هوي صادر دار قنت تبي كو شيغيه هو الرفع هو صحيح وقد عرف عادة ابن سيرين انه ربما وقف ربما توقف عن رفع الحديث هي توقيا قاعده معروفه ويا لقادات لا سعن وحد كدي ولا اسكو خلافي فالوقف هو المحفوظ نيكو واي ابن سيرين وي مركب مسلم هوش هاسو كور قبا صادرت رواية هشام حسان بس كاك قابس هذي وهي المحفوظة كاك كورونا وهي متابعة صادرت صدح روادات خالد الحذاء يونس بن عبيد وحكى في رواية هشام بن حسان أيضا ولي بن هشام بن حسان لا بدا ولا من لم يدل أود معها لا بدا ولد بسوي كحو بدنيه لكن أصدق لسكو مخلاف ولدك ولا لسكو خلاف مسلم كحو دورة رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين لأنها هي الأقوى مرك الله مرة حديث كان أيضا حديث كان سكا مرك الله مرة حدثني إسحاق بن منصور بن إبراهيم بهرام الكوسج نيك مسائلك يا أحمد إسحاق اسكلها هو يذكرنا إسحاق أخبرنا محمد المارق السوري محمد المارق بن يعلى السوري حدثنا معاذ بن السلام بن أبي السلام الحبشي ممطور الحبشي ولد عليوي نيك ذكرنا زين عن يحن كثير الطائي أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه وأبيه أبو قتادة وأن صومر الحديث كله مسلم كله في كتاب الطهارة قصه مري باب المسعى على الخفين هي الاستنجاء وقصه مري باب النهي عن الاستنجاء باليمين وقصه مري ملا كفيري أخبره وحوشي قال مقعد سال الحارث بن ربعي بن الله قرن إنسان السلمي الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري صحابي قاس ويلكسب ورم عبد الله يا بينما نحن نصلي مع رسول الله حلي أنصبنها لتكنين فسمع النبي وحوم مقلي جلبة شنقد بو مقلي جلبة الدوادات كان لحاتنا هي هضلها هي نفتورا هي كبتو دي شنقد جلبة هجم بو مقلي هي عض هي صوت اصدافها هي حركوي طيب فقال وحور ما شأنكم حائد هلي قالوا وحور النبي الله استعجلنا الى الصلاة صلاة اسود دقدقنا ان ركعتنا ضافتا ما تكبيرتا كبقنا قال وحور سبحانه فلا تفعلوا هيلنا هيلنا لما اوقاليه اذا اتيتم الصلاة صلاة هذا إيمان إنسان وربطانية صلاة تمادان فعليكم السكينة حسن لوني أقادة دق دق يتلاب الجوجية فما أدركتم وحد سوق قادم فصلوا تكذا لا تكذا إمامك وياهد وما سبقك وحد رافنا فأتموا قلالك على إمامة ورما يستر وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا معاون هشام القصار معاون هشام القصار الأزدي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي بهذا الإسناد سند كان صقعه أي أيوة نقول تبي مرك الطريقة دي مسلم يقول أنا هو خلاف عاو حال ربنا إلى هذا عن شيبان عن يحيى بن كثير بهذا الإسناد وهذا وحول قال هذا إن شيبان ومتابعين يحيى ومتابعين لأنه حرق الوية قالنا ما كان سنة سنة راعينا كدمنا اسكو حول جناب آت كنت ماشي درمي هاي ماشي درمي آت كنت بمعنى سنة كهوري نين كجري وإنات كينتو كان دنبك دمنات كحوش
سندكي هو نين كجيري بعد كيري مركز أو يحكي كذا بيحولي حرمينه إلى حدنا شيبان عن يحيى بن كثير بهذا الإسناد سند كاسق يحيى بن كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أبي قتادة عن رسول الله هو. لكن هذا الشيبان سند كوركم مجري وذا سند كوكجيري أن موسى شيخ مسلم وحنا وجد شيبان وحنا متابعين يا معاوية يوم متابعين يا مثلا مركا يدي من أنا أفراد وحاوية سلف كو حيسكم من دافين صلاة الإمام كسو قاعده ما صلاة أول كيدي باه مسوى آخر كيدي يعني عشي بعض الأقيمي وينو قال لي لبرك عود بان تكني إنه والله لبرك عود تكني ضد بضون المسلمين أن سوق قاعدي صلاة بان الله قالي محين نقل سوق قاعدي لبرك عود بان نقل سوق قاعدي لما ركعوا النجس أي نجس وجارين ما صلاة العشاء الله بدي أه رئيسي بع مسوى صلاة العشاء الله بدي قدم بيسي هذا فهمتين برمالين جمهور الصحابة والتابعين وأهل العلم من الفقهاء وغيرهم حيقبان وحيات كسو قاعد إمامك وصلاة ذي هران تقيبت أه رئيسي مركو إمامك السلام النقصد وح الله إيمان الزنا وصلاة أنتو طبيعة قيد أنتو قدام بيس سيدا مركو حافظون جو سيدنا علي بن أبي طالب ترمذ بأنكم رأيضوا فافاسا إيو جمهور أهل العلم با جماعة من الصحابة وابن عمر كمدي هاي عبد الله بن مسعود كمدي هاي ريقوا في أصحاب الرأي أبدايين آد رب الرأي قبان وحيليين مايا صلاة دادو وحي إمامك أتكسو قاعدي لتكتي وصلاة هذا أنت قدام بيس وحي إسك أتكتي أمرك إمامك الصلاة من نقص الله تميدنا وصلاة هذا هران تتقيبته الرسول أم حالي قربتها وحي لي إمامك أتكو حكمتها إمامك مركة أتكو حراتي حقيب مرأي صلاة دي آخر كذب مرأي أنا آخر بيكوتها ورقوا مثلا يقول هذا إمامك يكون راعيين جمهور الوحيين والباء لها ما كسبوا عليها ما اكتسبت إمامك ما أنا يؤت كذا مثلا إلهي يؤت كذا سجدت كذا سجدت كذا أنا محنت كذا صلاة ذي وحس بدأ لما جرى قيبت أوه الرئيس ويجد أوه الرئيس أما كل أنت كذا أما إمام أنك حده وحيه الرئيس بايه الرئيس وحيه دمبيينا وحيه دمبيينا نمان كان نحن مايا سو إمامك ما ذاك حرانين أنت أتكسو قاردي وصلاة ذا الدبايا قديد سي إمامك والدبايا قوقوها مكا إستاكتو حالة تميدنا وأول صلاتك رأي قاسي جمهور تاسحان لكن وذا دهن ضنبي عبد الله يو ركوف وحيليه حديث كإسكاد عيا محاكو يميد وقد ما سبقك قضى الله شيء قضى وقضي لأن قضى ما شاء الله شيء بمعنى وحي ورد إمام كسو قاعدين هو صلاة أداء وجماعة كوك الشيء وحي الضمبان هو وحي قدافيو أدبك أتوقع الله ينيس لفظ قضاء سيكون دقيق حي لفظ القضاء شرعي وحكي ما أداء الأداء ما قضيها تقانين وعرفها أو مصطلح فقهها ما شيء يقول لي ما أداء قضى الله إجاده فإذا قضيت الصلاة فانتشروا مقلين بها فإذا قضيتم مناسككم مقلين يا مسوى أدقما فقضاهن سبع سماوات القضاء هو الأداء مصطلح مركز الضمير متأخر كي قضائين لقوع حنبارا شيء كذا لقلي من الوقت كي ستة أم أنت كين وهو عصب لقوع حنبارا ما ينسك قرآن أما نبوي يعني رأي الجمهور باسحا والله سبحانه وتعالى أعلم.